صباح الفل عليكم. طمن على الصوت. حديث الصباح. يلا يا هدير سجلي. شغال العيال تسجل، قول لهم يخشوا يسجلوا بسرعه. عندها شويه لجان البنت دي. ديل ونهار. بونجور. يسعد صباحكم جميعا. احلى صباح للجميع. في حاجات مبعوثه لي على الخاص. لو تلاحظوا، هلا 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 بالجميع. الصوت كويس. صباح الفل احمد مصري. صباح الفل توكا. الله يسعد صباحك يا عم. انت اللي بوب دودي ولا انت اللي بوب يا ستي؟ وانا ما اقدرش، ما تدخلش معايا النهارده، تعبان فعلا. صباح الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام، انتوا اللي تمام. عمال اديكوا انا شويه صدمات كده قصدها، عشان لما اجي اربط الموضوع محدش يقول لي انت بتتوه الراي العام. لا، احنا هنخلي الراي العام يعي اولا وجود حاجه مش طبيعيه في الساحل الشمالي، والراي العام يفهم كويس ويصدق الاول، عشان انا مش غبي. لو دخلت اديتكم الموضوع كده كله على بعضه هتقولوا فعلا، هينجحوا يقنعوكوا ان ايه، ان عمرو الكاشف ده بيهرتل، بالذات ان معاهم ناس من بتوع محمد عادل تبعهم، واللعبه كبيره. انا كويس. بصوا، سيبوكوا، العالم دي اضعف مما تتخيلوا. كل اللي عندهم قضايا، كل اللي كانوا في ظهرهم تخلوا عنهم. العالم دي اضعف مما تتخيلوا. ولو كانوا ناس محترمه كنت فضلت اتكلم على تشيرت اصفر وما كانوش جم جنبنا، وكانوا هم اللي سندوني عشان يجيبوا حق بنتهم. لكن الناس دي مركزه ان محمد عادل يتعدم بسرعه، ومن زمان واخد بالي. نص اللي بيكلموكوا في القصاص وفي الدين واتق الله وتخوض في اعراض الموتى، مع اني عمري ما اتكلمت في نيره حتى لغايه دلوقتي. انا بقول الانتماء من حقي. الله، اعرف الانتماء، دي قضيه راي عام. طب ايه مشكلتكم ان انا اقول انتماء نيره ايه؟ بص، انا بقعد معاكم سنفسون خلاص. بيستخدم وراحوا لهم اعدائي وبيدوهم معلومات غلط وشغالين على معلومات غلط ومحسسنا ان الدوله تحت ايديهم هم، ولا حاجه. والله ولا حاجه. اخرهم محاضر وقضايا، والقضايا دي انا عارفها وبلطجه. وفي البلطجه انا اتعلمت قبل كده، لان قبل كده كنت طيب شويه، كنتش اعرف ان في بلطجه فعلا وغدر. لا، دلوقتي اعرف اظبط اموري وامن نفسي وامن عيالي وافضل على الموضوع. ايه رايكم في اللي انتوا شايفينه؟ حد في مصر، تعالوا نبعد بقى عن موضوع محمد ونيه، حد في مصر يتصور او يتخيل بعادتنا، مش هقول بقى ديننا، هنقول بعادتنا، بعادتنا واعرفنا، بعادتنا واعرفنا المصريين وبتاريخنا، بتاريخنا كله، ان في حاجه زي كده موجوده في مصر؟ صباح الفل. حد يتصور هذا اصلا؟ ده اللي كانوا بيعتمدوا عليه. مش هتكلم على اهل نيره بقى، هتكلم عن الطرف الثالث اللي ورا الموضوع. يا ساده يا افاضل، وساظل اقول كلمه الحق ومش هخشى فيها لو متلائم، توثيق هذا المشهد غير طبيعي. نبعد بقى عن ابو تشيرت اصفر وعن نيره وعن محمد ومحمود الطراس ومحمود ابن عمها ومش عارف ايه واللي دخلنا فيه ده كله. نرجع لنقطه مهمه جدا، توثيق هذا المشهد بهذا الشكل موضوع لفت نظري كراجل مصور ومخرج محترف جدا. سرعة نزول الفيديو، سرعة نزول الفيديو لفتت نظري جدا. التصوير اللي مش من كاميرات المراقبة، لأن الجامعة الناحية الشمال ما فيهاش كاميرات مراقبة، الناحية اللي عند المحلات قدامها هي اللي فيها كاميرات المراقبة. التصوير، الثبات اللي في التصوير، ثبات ما بيتهزش، ده تصوير يا إما على ستاند اللي هو بنسميه ترايبود زي اللي عندي بشتغل بيه، تمام؟ لانه ثابت
ما تهزش. وجايب من ساعة ما محمد عدى السكة، جايب من ساعة ما محمد عدى السكة. يا إما اللي ماسك إيده بيستخدم أدوات التثبيت القوية، لأن إحنا بنتدرب وإحنا صغيرين لما بناخد كورسات إنك تبقى فوتوغرافر أو بتصور فيديو، بتاخد إزاي تثبيت إيدك بحركات كتيرة جدا جدا. يعني أنا أقدر أثناء التصوير، يعني آخر مرة صورت دكتور تجميل الأوضة عنده كانت ضيقة وعايز كادر معين، عشان أخد الكادر ده ما لازم اشيل المكتب، والمكتب بتاعه ضخم والقصة. نمت على المكتب نوم، نمت على المكتب نوم وحطيت الحزام بتاع الكاميرا على رقبتي وثبتت الكاميرا بشكل معين، متدرب عليه بقوة بشكل معين بحيث ان اعرف القطه بالكادر اللي انا عايزه من فوق المكتب. يبقى لنا حلول. ليش مدوق؟ ماشي محمد قاتل وسفاح، بس امه طلعت انضف من امك وامهم، فهنقف جنب امه. خلاص امه طلعت انضف من امك وامهم، فهنقف جنب امه. حاجه مش طبيعيه. طب اذا اعترفنا وتاكدنا انه في خليه عبده شيطان حقيقيه موجوده في مصر، النقد هيتقدم، ما تقلقوش. واتطمنوا على النقد، مش هقول معلومات عن النقد، مش هقول معلومات عن النقد، ولكن ربنا هقول لكم حاجه واحده بس، يظهر ان ربنا واقف جنب محمد، فمش احنا ادوات. واقف جنب الولد ده، واقف جنب القاتل؟ لا، هو عايز يوري له حقه حتى لو هيعدم. ربنا عايز يوري الولد ده حقه حتى لو كان سيعدم، لان الضغوط اللي انا بتعرض لها مثلا بخبرتي وانا عندي 51 سنة غير طبيعية. انا حاربت رجال اعمال يا جدعان، رجال اعمال تقيلة، حاربت محافظين، حاربت حاجات تقيلة في حياتي، ما شفتش كده. اخرها خناقة وشوية محاضر وحاولوا يحبسوني، وانا بأكد لكم ان الدولة محترمة ما بتحبسش حد ظلم. احنا مش ايام مبارك، بجيبها لكم على بلاط. محدش يقول لي مبارك محترم، ماليش دعوه بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك الله يرحمه. انا من الناس اللي عندها اعتقاد ان الرئيس مبارك اخر 10 سنين في حياته لم يحكم مصر الا بالقرارات السياسيه الخارجيه، كل ما هو داخلي رجال اعمال واولاده بيتحكموا في البلد. بس انا ده اللي عايز اقوله بمنتهى الصراحه، ما دام بنتكلم في السياسه ادي معلومه سياسيه. لكن الراجل رجل القوات المسلحه، لم يخون البلد ولم يخون مصر، وراجل محترم وقراراته السياسية الخارجية على أعلى مستوى ممتازة، وكان هيتلعب عليه لعبة أيام أحداث غزة الأولى عشان يتفتح المعبر ويمرروا قضية اللي هي صفقة القرن بتسموها، اللي هي أصلا وهمية، اللي هم أصلا برضو إشاعة عاملينها لتحقيق أهداف أخرى. مش هو الأيتم، مش مبارك قفل عليهم الباب وما سألش في كو، وهيجوا عليه العرب نفس اللي انا متعرض له دلوقتي، عملوا خلوا كل الدول العربية تبقى هايجة على مصر. حسني مبارك في ذلك انا بشهد له بهذا الموقف، حسني مبارك في هذا التوقيت ما سألش في اي حد ومرضيش يفتح المعبر، وساعد الغزاوية ورفض فتح المعبر، وده اكبر دليل انه مش خاين، اكبر دليل انه مش خاين. البلد كانت كويسة، القرارات اللي بياخدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات كان يجب ان تؤخذ زمان، ما كناش حسينا بالنقله الماديه الفظيعه دي. هو بقى العيوب بقى في الاقتصاد الداخلي وفي الحفاظ على الكرسي وتاهيله لجمال مبارك والكلام ده، فهمت ازاي؟ ان في قرارات كان لابد ان تؤخذ، وفعلا الدعم كان يتشال. انا فاكر مره كان واحد صاحبي معايا من اوروبا واحنا بنملى بنزين، استغرب قال لي سعر البنزين عندكم كده ازاي؟ فبقول له ليه، هو البنزين عندكم بكام؟ بقى ارقام فلكيه بالنسبه لنا. كانت الدوله يعني فعلا بتعمل، وده اثر، عامله دعم غير طبيعي. كان الدعم ده المفروض يتشال من زمان بالراحه بدون ما نشعر، لغايه لما نوصل لمرحله السوق المفتوح زينا زي الدول الكبيره. هذا الامر تم تاجيله كثيرا للحفاظ على الكرسي الجمال، يقول لك لا انا لو خدت القرار ده دلوقتي هيهيجوا، انا عايز جمال. ده عشان لو هنتكلم في السياسه. فتم تاجيل القرارات. مين الاسد اللي اضطر ينفذ غصبا عن الكل؟ المصلحه العامه. احيانا المصلحه العامه تقتضي قرارات
عشان نقله معينه بيبقى لها ضحايا.